Everybody get your fucking hands up. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. هنقسم الفيديو بتاعنا نصين. النص الأول هنتكلم عن ماتش إيطاليا وأسبانيا في نصف نهائي الأمم الأوروبية، وإزاي أسبانيا قدرت تسقر من نصف نهائي اليورو وعبرت من إيطاليا وخرجتهم من البطولة. والنص التاني إن شاء الله هنتكلم عن آخر أخبار الكرة العالمية على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى، آخر أخبار اللعيبة زي محمد صلاح، اخر اخبار منتخب مصر ومعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيا يوم الجمعة الجاي. كده كده الفيديو هتلاقيه متقسم في الديسكريبشن تحت، لو حابب تروح للجزئية اللي انت عايزها فهتلاقي الفيديو بتاعنا متقسم تحت في الديسكريبشن. حط لايك حلو قبل ما نبدأ، دوس اشتراك في القناة، فعل الجرس، ويلا بينا نبدأ الكلام في الفيديو. طبعا انتهى لقاء اسبانيا وايطاليا بفوز اسبانيا 2-1 على منتخب ايطاليا، وده اول فوز لمنتخب اسبانيا من 50 سنة. ركز في الكلام، من 50 سنة اول فوز لمنتخب اسبانيا على منتخب ايطاليا في اراضي ايطاليا. من 50 سنة اسبانيا ما قدرتش تكسب ايطاليا على ارض ايطاليا. مش كده وبس، دي ايطاليا كانت محققة سلسلة لا هزيمة، 37 ماتش بلا هزيمة. النهاردة اتكسرت قدام اسبانيا، سيناريوهات مؤلمة للطليان. في بداية الماتش شفنا اسبانيا مستحوذة، ايطاليا بتلعب على هجمات المرتدة، بتلعب على الكونتر اتاك والهجمات المعاكسة، وشفنا ايطاليا كانت اكتر تحكم في الكرة، الاثنين نازلين مركزين. ايطاليا غيرت اسلوبها اللي كنا متعودين عليه في بطولة اليورو. يعني انت ايطاليا في بطولة اليورو بتلعب على الهجوم العالي والضغط العالي وبتشكل خطورة على مرمى الخصم. النهاردة ايطاليا غيرت اسلوبها، نازلة تدافع وبتلعب على الكونتر اتاك. شوط اول محترم من الفرقتين، ايطاليا قدمت ماتش بالكامل محترم، شوط اول حلو محترم، مش هنقول ولا كده ولا كده، لحد ما جت لحظة طرد بونوتشي، كانت ضربة قاضية لمنتخب ايطاليا. طبعا ارزابال وتوريه لاعبين منتخب اسبانيا قتلوا كل حاجة عند منتخب اسبانيا بالعرضيات. النهاردة ارزابال بيعمل لك اسيستين وتوريه بيسجل لك هدفين، الاتنين ماشيين مع بعض. برضو اللي ساعد منتخب اسبانيا على الفوز دوت من رأيي حاجتين. اول حاجة طرد بونيتشي اللي في ناس ياما شايفة ان هو ظالم، ولكن انا بقول لك الطرد مش ظالم. بونيتشي كان عنده انذار، جاء اخذ الانذار التاني عشان طلع فوق سيرجيو بوسكاتس وضربه بكوعه، فطبيعي ان الحكم يديله الانذار التاني ويطرد. وهنا بقى خلاص اسبانيا مسكت الماتش خلاص. تاني حاجة هتلاقي عندك مدرب منتخب اسبانيا اخيرا تخلى عن شخصية المدرب البرشلوني وبقى يجيب لعيبة متنوعة. الاول يعني في بطولة اليورو وتصفيات كاس العالم هتلاقي عندك مدرب اسبانيا كان معتمد اعتماد كلي على لعيبة برشلونة، لسه عنده شخصية المدرب البرشلوني عشان هو كان بيدرب برشلونة، وده اللي كان مخلي شكل اسبانيا وحش في التصفيات. النهاردة هو لما جاب لعيبة من كل حتة ونوع الفرقة ولعب لعيبة متنوعة من تشيلسي ومن ريال سويسداد ومن ريال مدريد ومن برشلونة، خلى اسبانيا شكلها حلو وشكلها محترم وقدرت تمسك كورة. خلاص النهاردة انت اسبانيا ماسكة الماتش من اوله لاخره. في الشوط التاني ايطاليا بتعود، ولكن مفيش خلاص اسبانيا مسكتك من كل حته. خلاص بننتظر بقى الفائز من مواجهه بلجيكا وفرنسا في نصف النهائي. اللي هيكسب من بلجيكا وفرنسا هيلاعب اسبانيا على نهائي الامم الاوروبيه. هي اصلا في الاول وفي الاخر بطوله ملهاش اي 30 لازمه، بيطلعوا بس منها مكاسب وفلوس على الفاضي، ولكن مش ده اللي يهمنا. هنحط فصل حلو للفيديو وهنخش نتكلم عن اخر اخبار الكره العالميه واخر اخبار منتخب مصر لو يهمك الاحداث. طبعا انتهى معسكر منتخب مصر واخر تدريبات خلاص لمواجهه ليبيا ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 9 على ملعب برج العرب من تصفيات كاس العالم المؤهله لمونديال قطر 2022. طبعا كان في خبر كده هو ان محمد الشناوي حارس المرمى اتصاب اصابه خفيفه وان هو مش هيقدر يلعب مواجهه ليبيا، ولكن الكابتن وائل جمعه طلع النهارده
ونفى كل ده وقال لك ان الشناوي تعافى وهيكون في التشكيل الاساسي لمنتخب مصر امام ليبيا. مش كده وبس، ده الكابتن عصام الحضري كمان طلع وقال لك ان محمد ابو جبل حارس المرمى جاهز لاي اصابه للشناوي، في حال اي اصابه للشناوي محمد ابو جبل جاهز. وعلق برضه وقال حاجه حلوه ان يكون عندك في منتخب مصر اكتر من حارس مرمى متميز، فبنسبه 90% محمد الشناوي اساسي قدام ليبيا. مش كده وبس، ده كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر علق وقال وصرح وقال ان انا عايز اغير تكتيك ولعب منتخب مصر، عايز يعودهم على التسديدات من خارج منطقه الجزاء ويغير اللعب من على الاطراف. قال لك ان في لعيبه في المنتخب عندهم القدره على التسديد من خارج المنطقه، قال لك وحش محمد صلاح اعتمد عليه، رمضان صبحي اعتمد عليه، مصطفى محمد. قال لك المفاجاه بقى عمرو مرموش. هتقولي مين عمرو مرموش ده؟ هقول لك مش انا قبل كده قلت لك ان هو راح الدوري الالماني بحث عن لعيبه مصريين وجاب عمر مرموش دوت؟ عمر مرموش ده بقى واخد افضل لاعب شاب في الدوري الالماني، يعني انت عندك لاعب مصري واخد جائزه افضل لاعب شاب في الدوري الالماني. كارلوس كيروش قال لك انا هخلي ده المفاجاه، هو ده اللي هخليه يعمل طفره في منتخب مصر بجانب طبعا محمد صلاح، هيعتمد عليه اساسي وهيكون مفاجاه قدام ليبيا سواء في ماتش الذهاب او ماتش الاياب. هتلاقي عندك خافيير مدرب منتخب ليبيا قال في تصريحاته لا نخشى مواجهه منتخب مصر، نعلم كثيرا صعوبه مواجهه منتخب مصر في مباراتين ورا بعض خلال 3 ايام. منتخب مصر يملك لعيبه مميزون ولكن سوف نظهر بمستوانا الطبيعي. ده تصريح مدرب منتخب ليبيا. تمام، نقفل بقى كلام عن منتخب مصر ونشوف اخر اخبار الكوره العالميه. طبعا في خبر كده اهو خارب الدنيا في اوروبا، كيليان امبابي مستمر مع باريس سان جيرمان، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ والده كيليان امبابي طلعت اتكلمت في تصريحات في مؤتمر صحفي وقالت ان احنا ماشيين في اجراءات وماشيين في تجديد عقد كيليان امبابي مع باريس سان جيرمان ولكن لسه ما وصلناش لحل مرضي، اهم حاجه عندي ان كيليان امبابي يكون مرضي ويحس بالرضا، عشان لو ما حسش بالرضا مسيرته الكرويه هتبوظ ومش هيقدر يأدي المستوى اللي جواه. طبعا ده خلى بقى ايه؟ خلى الصحف الاسبانيه كلها تفتح النار على بيريز، قالوا لبيريز بقى رئيس ريال مدريد انت السبب، انت اللي هتخلي كيليان امبابي يروح من ايدينا وانت وانت وانت. وكيليان امبابي طلع اتكلم بنفسه، قال انا لو حققت دوري الابطال مع باريس سان جيرمان هفضل مستمر مع باريس سان جيرمان. في حاله عدم تحقيق دوري الابطال مع باريس سان جيرمان ساعتها مش عارفين اللي هيحصل على حسب الظروف، ولكن حاليا كيليان امبابي مستمر مع باريس سان جيرمان. بس كده ببساطه نبقى وصلنا لاخر فيديو بتاعنا، حط بقى لايك حلو للفيديو، لو عجبك دوس اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. كان معاكم فارس الجزاوي من برنامج فارس الكوره ونشوفكم في حلقه جديده.